دفاع المطالبين بالحق المدني ينازعون ويحرمونه من حقه في استدعاء الشهود من أجل إثبات براءته. كيف يعقل؟ أين هي حقوق الإنسان أن يجتهد ويبحث متهم معين عن براءته من خلال استدعاء الشهود؟ لماذا ينازعون؟ لماذا يمانعون؟ لماذا يرفضون استدعاء الشهود من أجل إظهار الحقيقة؟ كلنا نريد إظهار الحقيقة. عندما يرفضون استدعاء الشهود هذا معناه أنهم يريدون إقبار الحقيقة، واستدعاء الشهود من شأنه أن يظهر الحقيقة. نحن نريد أن نظهر الحقيقة للرأي العام، فلماذا يعترضون عن استدعاء الشهود؟ الآن توفيق بوعشرين يعيش مصدرة حقوقية حقيقية. الآن في بضع دقائق نعيش مصدرة حقوقية. توفيق بوعشرين من حقه أن يستدعي الشهود الذين يرى أنه في مصلحته كي يظهروا براءته، وليس لأحد الحق أن يمنعه أو ينازعه ذلك. فالآن نحن نتداول في هذا الأمر، نتمنى أن تستجيب المحكمة، نتمنى أن تكون المحكمة مع الحق والعدالة وحق الإنسان. كلما تبين لنا أن أحد الشهود قد يفيد المحكمة نقوم باستدعائه، والمحكمة واسع النظر أن تقبل أو أن ترفض، والمطالب من حق المدني لا حق له في ذلك. هذا الأمر عنده علاقة ما بين المتهم والقضية دياله. باقي ما كانش رفض المحكمة، الآن باقي ما رفضتش. المطالبين من حق المدني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل يعني منع توفيق من 24 من البحث عن الحقيقة، يعني اسناد النظر. هذا حقه، بغى يجيب شاهد يقول له واش كاين ولا ما كاينش، حقه هذاك. علاش غتقول ليه لا؟ باي حق؟ ما عندوش حتى حد ما عنده الحق يمنع توفيق بوعشرين يجيب الشهود اللي تبان انه في صالحه. ما عندهمش الحق.